يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. راح ناخذ بهاي المحاضرة حلول أسئلة تفكر الخاصة بالفصل الثاني. طبعا اكو بعض الأسئلة مال فكر اعطيتكم ويا المحاضرات يعني ويا الشرح. المهم عندنا اليوم ثلاث أسئلة الفكر، هذني موجودات عندكم بالكتاب، اعطيتكم على شكل فكر حلول أسئلة تفكر. السؤال الأول: لو انعكس اتجاه المجال المغناطيسي أو حركة الساق، لو انعكس اتجاه حركة الساق أو انعكس اتجاه المجال المغناطيسي، نفس الشيء، هل تنعكس قطبية القوة الدافعة الكهربائية الحركية الإيموشن؟ هل سوف تنعكس القوة الدافعة الكهربائية الحركية الإيموشن؟ خلينا نشوف بالله. هذا الأول، انتبه لي، تتذكر هاي الساق اللي كنا نحركه داخل المجال المغناطيسي؟ من الحركة باتجاه منو؟ باتجاه اليمنى. هذا الاتجاه راح تكون القطبية الموجبة للأعلى والسالبة وين؟ للأسفل. ودائما القوة المغناطيسية للأعلى، واضح؟ القوة المغناطيسية تكون حركة، تكون اتجاهها واتجاه الشحنة الموجبة دائما، ويا من ويا الشحنة الموجبة. زين، ايش دا يقول هسه هنا؟ اول خليها مجال مغناطيسي، نفس الشيء الداخل او الخارج، هسه مو مشكلة عندنا. يقول لو انعكست حركة الساق، لو انعكست حركة الساق يعني بهالاتجاه، هل سوف تنعكس القطبية لو تبقى كما هي؟ سوف تنعكس القطبية حيث تكون السالب للأعلى والموجب وين؟ وذلك بسبب انعكاس اتجاه القوة المغناطيسية. تمام؟ ويا لو لا، اذا ما تمشي، بس انتبه لي، ما تمشي هيجي، اريد احدد القوة المغناطيسية، امشي يدي ويا السرعة، اصابعي ويا من؟ ويا من اصابعي؟ من الداخل نحو ويا كثافة الفيض. الابهام يشير الى القوة المغناطيسية او الشحنات الموجبة، وياي؟ فالقوة المغناطيسية للاعلى، اذن الشحنات الموجبة للاعلى. زين، امشي يدي ويا من؟ ويا السرعة. أصابعي للداخل، لأن هذا للداخل، أصابعي للداخل، القوة المغناطيسية وين؟ للأسفل. إذا راح تنعكس القطبية تكون الموجب للأسفل. تمام؟ فهنا أنا شنو عندي؟ عندي بأنه إذا كانت حركتها باتجاه هذا، بهذا الاتجاه، فراح تكون الموجب للأعلى والسالب للأسفل. زين؟ يعني القوة المغناطيسية للأعلى. إذا انعكست القطبية، الجواب مالتنا سوف تنعكس، هذا الجواب النموذجي، سوف تنعكس قطبية القوة الدافعة الكهربائية الحركية، حيث سوف يكون الموجب للأسفل والسالب لمن؟ للأعلى، وذلك بسبب انعكاس اتجاه القوة المغناطيسية. تمام؟ هذا السؤال الأول، فكر. السؤال الثاني، السؤال الثاني: هل ينساب تيار في الدائرة الموضحة في الشكل؟ إذا كان جوابك نعم، عين اتجاه شدة التيار المحتف في الدائرة. زين، خلينا نشوف الدائرة مالتنا. أنا هاي الرسم مالتها قدامك، أنا ما راسمه لك بالملزم، عود رسمي. تبي هو ينطياك؟ تمام، هذا الرسم هو ينطياك، ويا السؤال. تبي لي هاي، هذا الرسم مالتك، هذا هو شنو ينطياك؟ هاي كثافة الفيض، كثافة الفيض هذا نطياك أنا، والفوق أيضا نطياك ويا الشرح لعادة إفادة، مو؟ زين، ركز لي. يقول لك هل سوف ينساب تيار محتف؟ خلينا نشوف بالله. تبي إيش قد الزاوية بيناتهم؟ صفر. يقول لك كلا، لا ينساب تيار محتف. كلا، شنو؟ لا ينساب، ينساب شنو؟ تيار محتف. يا بليش؟ لأن متجه الفولتية أو العفو متجه السرعة يوازي متجه كثافة الفيض. زين، وإذا أي سوف تكون الزاوية بين متجه السرعة وكثافة الفيض قد؟ صفر. فبالتالي من أريد أطلع القوة المغناطيسية، القوة المغناطيسية شنو قانونها؟ كيو في بي ساين، مو صح؟ كيو في بي ساين شنو؟ الثيتا. قد الثيتا؟ صفر، صح ولا لا؟ فسان الصفر صفر، صفر فيها هاي القيمة كلها صفر، أي لا توجد قوة مغناطيسية لحركة الشحنات، صح ولا لا؟ أنا ايش قلت لكم؟ التيار عبارة عن شنو؟ شحنات، يحتاج قوة حتى تحركها، صح ولا لا؟
تيار عبارة عن شحنات يحتاج قوة حتى شو يسوي؟ حتى تتحرك. فهنا ماكو قوة تحركه، إذا ما راح تتحرك الشحنات إذا ماكو تيار. ليش ماكو قوة؟ لأن القوة صفر. يا ليش القوة صفر؟ لأن السرعة والكثافة بنفس الاتجاه، واضح؟ يعني متوازيات. إذا الجواب مالت النموذجي كلا لا ينساب تيار محدث، وذلك لأن متجه السرعة يوازي متجه كثافة الفيض، أي إن الزاوية بينهما تساوي صفر، ومن أي إن القوة المغناطيسية تساوي صفر حسب هاي العلاقة، وتكتب لها العلاقة زين. لذلك لا ينساب تيار محدث، لا لعدم وجود قوة لتحريك الشحنات. ها سهلة. يلا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تحتاج بها أساس من الخامس، بس حاول راح أحاول بأنه بعدك عن هاي الأمور الدوخة مالته. أفرض أن ساق مغناطيسية سقط السقوط حر، السقوط الحر موجود بالخامس عندك بالمقذوفات زين، سقط السقوط الحرا، إيش منا علاقة بهذا السقوط؟ شلون كان زين؟ بس تعرفون السقوط الحر يتأثر بالجاذبية الأرضية، صح لو لا؟ يعني بالتعجيل الأرضي زين، نحو الأسفل. وين سقطت؟ نحو الأسفل، وهي بوضع شاقولي وتحتها حلقة واسعة من النحاس مقفلة ومثبتة أفقيا بهمال مقاومة الهواء. ركز وياها، يعني شنو معناها؟ يعني عندك هنا حلقة مال نحاس وسقطت بها شنو؟ ساق مغناطيسي نحو الأسفل. هذا قانون منه؟ هذا يذكرك بها قانون، قانون لينز، واضح؟ شي يذكرك بقانون لينز. من عندك يقترب داعش يطب العراق، صح لو لا؟ فراح يتولد تيار باتجاه عكس عقرب الساعة، مو؟ وراح تظهر هنا قوة مغناطيسية، يعني يصير وجه الحلقة عبارة عن قطب شمالي، صح لو لا؟ بالاقتراب نفس القطب، بالابتعاد عكس القطب. من يقترب تنافر، من يبتعد تجاذب، مو هيك لو لا؟ زين، اولا شو يقول لك؟ اولا خلينا نقول المطلب الاول، اتسقط هذه الساق بتعجيل يساوي تعجيل الجاذبيه الارضيه ام اكبر منه ام اصغر منه؟ ايش راح تكون هاي سقوطها؟ سقوط الجاذبيه الارضيه بنفس التعجيل لو اكبر لو اصغر؟ زين باع، خل افهمكم شنو التعجيل. انا شارحه بس مره ثانيه، شنو التعجيل؟ هذا خارج السادس الحكي. شنو التعجيل؟ التعجيل بيه ثلاث انواع، تعجيل خطي اعتيادي باع، بس انتبه لي وياي باع. انا دا امشي بهالدي هيك، هاي حركتي، هذا تعجيل خطي، انتبه لي شوف حركتي شلون صارت، صار بها الحركه تباطؤ، صح؟ أنا شو امتلكت؟ تعجيل تباطؤي. بعدت بلي حركة، صار بها تسارع، شو امتلكت؟ تعجيل تسارعي. إذا الجسم يمشي بسرعة منتظمة، إذا تعجيله خطي، بسرعة منتظمة. إذا يسرع تعجيل تسارعي، إذا يبطئ تعجيل تباطؤي. تعجيل التسارعي يعني أكبر من التعجيل الأرضي، تباطؤي أقل من التعجيل الأرضي، تمام؟ زين هنا نركز وياي، هنا راح يمتلك تعجيل تباطؤي لو تسارعي. تباطؤي ليش؟ لان هنا عندك قطب شمال، قطب شمال ايش راح يصير بيناتهم؟ تنافر، صح؟ يعني تقل السرعه مالته لو ما تقل، تقل، اذا راح تكون تسقط بتعجيل اقل من التعجيل الارضي، تكون اقل من التعجيل الارضي، واضح وياي لو لا؟ انتبه لي، هذا القلم جاي يمشي بهالاتجاه وياي، هذا القلم جاي يمشي بهالاتجاه، فهذا القلم جاي يمشي بسرعة منتظمة، تعجيله خط عادي، ما بي إشكال. لو القلم سريع صار اتغير سرعته، تعجيل تسارعي أكبر من الجاذبية الأرضية. زين لو القلم قلل سرعته، شمت لك تعجيل تباطئ، يعني أقل من الجاذبية الأرضية. هو تسارعي يعني اكبر، تباطؤي يعني اقل، تمام؟ فهنا هو هذا ايش راح يمتلك؟ راح يمتلك تعجيل اقل من الجاذبيه الارضيه. يا بليش اقل؟ جبتك لنا الجواب.
راح ارد لكم. ليش اقل؟ يقول وذلك لانه يتكون في وجه الحلقه قطب شمالي حسب قانون لينز، يتكون في وجه الحلقه قطب شمالي فيتولد قوه تنافر بين من؟ بين الساق والوجه الحلقه، فلذلك تقل سرعه الساق عند السقوط. طبعا هذا هاي هذا القلم وياي، هذا شنو عندك؟ القلم يسقط عادي، ماكو شكل، ماكو قوة، تمام؟ ماكو قوة شنو؟ قوة أي قوة عارضة، صح لو لا؟ زين، باع انتبه لي، باع أنا راح أخليه يسقط، سقط شنو؟ بسرعة عالية، ليش؟ لأن أكو تعجيل الطا شنو؟ تغير سرعته، تعجيل شنو؟ تسارعي، تمام؟ زين، تعجيل تسارعي، زين، ركز لي. فهنا مو اقوى من الجاذبيه الارضيه لو لا؟ اقوى من الجاذبيه الارضيه، تمام لو لا؟ اقوى من الجاذبيه الارضيه. زين باو علي هسه راح يسقط، قلت سرعته لو ما قلت؟ ليش؟ لان قوه شنو؟ قوه عرقلته، قوه تنافر، صح لو لا؟ عرقلته، لذلك اسقط سقط باقل من الجاذبيه شنو؟ الارضيه، اذا سوف يمتلك تعجيل اقل من الجاذبيه الارضيه، لان يمتلك قوه شنو؟ قوه عرقله، قوه شنو؟ تنافر. اذا جواب اولا سوف يكون تعجيله اقل من التعجيل الارضي، وذلك لانه يتولد في وجه الملف او الحلقه قطب شنو؟ شمالي، فتتولد قوه تنافر مع القطب الشمالي للساق فتقل حركته حسب قانون لينز. هذا اولا. بعد ثانيا عين اتجاه القوه المغناطيسيه، عين اتجاه القوه المغناطيسيه، وين القوه المغناطيسيه؟ للاعلى، صح؟ هاي هي القوه المغناطيسيه او المجال المغناطيسي المؤثر. المهم شلون انا اعين القوه المغناطيسيه؟ ايدي ويا من؟ ويا التيار، صح؟ ايدي ويا من؟ ويا التيار. الابهام يشير الى القوه المغناطيسيه، وين القوه المغناطيسيه؟ للأعلى، واضح؟ إذا سوف تكون القوة المغناطيسية للأعلى حسب قاعدة الكف اليمنى، واضح؟ سوف تكون القوة المغناطيسية وين؟ للأعلى حسب قاعدة الكف اليمنى. ها هي أسئلة فكر خلصت.